السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أداة بسيطة جدا ومجانية، تقدر تشغلها جوه الريفت بسهولة، بتعمل لك خدمات ظريفة زي مثلا اللاين فيو. لو انت بدأت تحط الفيوهات في قلب الشتات ومحتاج ان انت تعمل لهم الاين، ممكن دوبليكيت فيو لو انت عندك عدد كبير جدا من الفيوهات عايز تعمل لهم دوبليكيت عشان تحط كل واحد فيهم في شيت، برضه دوبليكيت شيت لو انت عامل بعض الشيتات المعماري وعايز تقلبهم انشائي او اي حاجه تقدر انت تعملهم. شيت فروم فيو يقدر يعمل لك اكتر من شيت، مجرد ان انت بس حدد الفيوهات اللي انت عايز تحطها في شيتات. بالك رينيم تقدر تعدل الاسامي للفيوهات او الشيتات بسرعه، يعني كنت مثلا حاطط حرف الايه فعايز تخليها اي ار بدل ايه، فبيعملها لك بسهوله جدا. فدي شوية أدوات ممكن إن أنت تسطبها من غير أي فلوس خالص، كلها مجاني، وكل واحد فيهم عامل لك هو فيديو سريع كده ليها. هتعلم على الفيوهات وتقول له دبل كده. الشركة دي عاملة 4 أدوات صغيرة كده كلهم مجانيين، تمام. فاميلي اديتور انترفيس تقدر تعدل الفاميلي بشكل أسهل، اف بي اكس اكسبلورر تقدر تشوف ملفات الاف بي اكس. هنعمل لك تشارت بالشكل دوت للعناصر اللي موجوده عندك اللي فيها ممكن تكون وورنينج او فيها مشاكل، فيبدا يديك تقرير بالشكل دوت. فادوات سهله جدا، تشوف اللي انت محتاجه وسطبه.